بتصير مع كل الناس، حتى اوقات صاحب الاغنيه اوقات بينسى كلام منيح، يعني ما نزلت ابدا بصير انه ينسى كلام، بس رجع عرف كثير كثير منيح، رجع قال لهم للناس انه يساعدوه. نبتة حلوة منه، عم بحبوا المشتركين الـ13. كل حدا طلع على مسرح على بالي صار عنده جمهور كثير، وما بعتقد انه في حدا خسران، حتى يلي بيطلع عرب ايدل اذا ما اشتغل على حاله مشتركين.